أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة الجديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. البداية بالصحف المحلية ونطالع من صحيفة الأهرام. تسهيل إجراءات التعاقد على وحدات المجمعات الصناعية، الرئيس تخفيض وإلغاء بعض الرسوم ودعم شباب المستثمرين. تكليفات رئاسية بتنفيذ مشروعات سكنية على غرار الأسمرات بالمحافظات. من الأخبار الكشف على 12 ألف سوداني وأسبوع إضافي للبعثة الطبية في الخرطوم. 9 أيام على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء. 3 تنسيق حتى 7 مساء اليوم ونتيجة خلال 3 أيام. المحاكم تواصل استقبال طلبات المرشحين لمجلس النواب بالمحافظات. إقبال كبير بالقاهرة وضعيف بأسوان. من الجمهورية هدية الرئيس في أول أيام أهل مدارس، اختبار الأمراض المزمنة والفيروسات وعلاج الأسنان بالمجان. شكري ومفوض الاتحاد الأوروبي بحثا هاتفيا تعزيز التعاون. مصر مستعدة لتدشين التعاون الثلاثي مع الاتحاد وإفريقيا. من اليوم 7 نقرأ الاقتصاد المصري قبلة الإشادات الدولية. مؤسسة دولية تؤكد إعجابها ببرنامج مصر وجهود الحكومة جنبت البلاد أضرارا فادحة. وداعا لمشاكل البطاقات، تشغيل 255 مركز خدمة متطور بالمحافظات حتى الآن. تأدية خدمات الوزارة للمواطنين خلال 15 دقيقة. وتخصيص ساحات انتظار بمقاعد على غرار البنوك. وهذه وقفة مع الصحف العربية وأول محطتنا من الشرق الأوسط. واشنطن تصعد لاحتواء خطر إيران. ملك البحرين: اتفاق السلام ليس موجها ضد أحد. عون يحذر: الأموال تنفد وذاهبون إلى جهنم. تمارين روسية تركية بعد رسائل إدلب. عودة تدريجية للعمرة بحلول تقنية. ونتحول للخليج الإماراتية، الحوثيون يعرقلون المساعدات الطبية بإغلاق مطار صنعاء. عبد الله حمدوك: اتفاق السلام يحسن الفترة الانتقالية. مدريد تستعد للعزل ولندن تراجع خطط المواجهة لكورونا. هيئات علمية تسحب تحذيرها من انتقال الفيروس عبر الهواء. من جريدة الرأي الكويتية: لبنان بين معجزة تفرج عن الحكومة أو جهنم. هندوراس تنوي نقل سفارتها إلى القدس. بلغاريا: المؤبد لعنصرين من حزب الله فجر حافلة إسرائيلية في عام 2012. العراق يصوب نحو السلاح الفرنسي، والكاظم يزور باريس منتصف أكتوبر. من دستور الأردنية نتابع: الاحتلال يغلق باب المغاربة وصلوات المودية بالأقصى. الجزائر: انتخابات تشريعية مبكرة بعد الاستفتاء على الدستور. الاتحاد العام لنقابات بريطانيا: إسرائيل دولة فصل عنصري. نواصل مطالعاتنا الصحفية، الصحافة العالمية، والبداية من نيويورك تايمز الأمريكية. أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون يصطفون لدعم ترامب في معركة المحكمة العليا. وسالفيني يفشل في الحصول على جائزة الفوز بتوسكانا في الانتخابات الإيطالية. الغضب العارم يجتاح جنوب أفريقيا بعد إطلاق الشرطة النار على أحد المراهقين. في الجارديان البريطانية: مع بدء المزيد من عمليات الإغلاق المحلية في بريطانيا، الحقيقة المرة هي أنه لا عودة إلى الحياة الطبيعية. ترامب يسابق الزمن لضمان أصوات الأغلبية المحافظة لاختيار قاضي للمحكمة العليا قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر المقبل. ومن صحيفة لوموند الفرنسية: لا يزال هناك الكثير من التقدم الذي يتعين إحرازه لدمج اللاجئين في فرنسا. وفي السباق إلى البيت الأبيض يبدو أن الشباب سيصوتون لصالح بايدن ويحتشدون لمنع إعادة انتخاب ترامب. يجب على الاتحاد الأوروبي إقناع أنقرة بالعواقب الوخيمة لمواقفها في المتوسط. إلى وول ستريت جورنال الأمريكية ونطالع منها: انقسام بين القادة في الصين حول القائمة السوداء الخاصة بالشركات الأمريكية. الاتحاد الأوروبي يتشدد في العقوبات المفروضة على قادة بيلاروسيا. السياحة الصيفية تجعل من كرواتيا مثلا بين الدول الأوروبية في كيفية انتشار الموجة الثانية من كوفيد-19.
وبعيدا عن السياسة نقرأ من صحيفة الخليج الإماراتية: يخسر 9.3 كيلوغرام من وزنه في 5 ساعات فقط. حقق الروسي باهاما إيجوبوف الذي يبلغ من العمر 66 عاما رقما قياسيا جديدا في مجال فقدان الوزن بعدما خسر هذه القيمة من وزنه عقب ركض متواصل لمدة 5 ساعات. إيجوبوف طبيب أسنان وبطل رياضي سابق في ألعاب القوى. ومن هذا الخبر لمحبي التغلب على السمنة إلى ديلي ميل البريطانية التي نقرأ منها: نجاح فريق طبي، فريق من العلماء في إعادة بناء وجه مومياء مصرية تعود إلى طفل صغير توفي بين عامي 50 قبل الميلاد و100 ميلادية من خلال صورة لوجه الطفل وباستخدام تقنية التصوير المقطعي بالكمبيوتر. بالتأكيد عجلة التقدم العلمي لا تتوقف في مختلف مجالات الحياة. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصحفية، نشكر لحضراتكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.